والعالم ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة 48 دقيقة. مواصلين معكم رحلتنا في الرفماق، مواصلين مع سندريلا والبوكس نيوز. باش نمشيو مع بعضنا للتصريح أثار جدل كبير في الويكاند. التصريح هذا يجينا من الفنانة والممثلة نادية بوستة والمخرج غازي الزغباني اللي كانوا حاضرين في برنامج تابي غوج، وين سألوها هل هي مع أو ضد الإنجاب خارج إطار الزواج. خلينا نسمعها. مع أو ضد الإنجاب خارج إطار الزواج نادية؟ مع غازي حبني ضد. وسألوها زيدا هل هي مع أو ضد الإجهاض. خلينا نسمعه. مع أو ضد الإجهاض؟ المرأة تملك بدنها، هي حرة باش نحلو طول باش ما تخليش، وفما أسباب ومسببات ما أنا ما نجمش ندخل فيهم معناتها غازي وحتى حد. نفس الفكرة بطبيعة الحال، ما نجمش نحكم على مرأة فما حاجات على بدني معناتها أكل برشا على نرجس. وسألوها زيدا هل هي مع الاتجار بالجنس وإلا لا، هذا كان الجواب متاحة. مع أو ضد تجريم تجارة الجنس الغير مقنن؟ الغير مقنن يعمل مشاكل معناتها البائعات الجنس بيدهم، يخليهم عرضة، يخليهم عرضة. لا أنا مع مانيش مع التجريم، أما مع الاحتضان، ومع يمكن مع تحط كادر للبراتيك هذايا. التعليق بتبيع من عند التوينسة كان كبير والتفاعل كان كبير. الآراء انقسمت بين اللي كان مع نادية بوستة وغازي الزغباني واللي كان ضد. فما اللي كتبنا مع الحريات وهي حرة في رأيها، واللي قال نحن في دولة متحررة والمواضيع هذه استهلكت وتعديناها، واللي كان ضد وكتبنا نحب نعرف هذه عندها بنات، هل عندها أخوات، هل عندها أم، هل هي مسلمة. تعليق آخر يقول برعة توجب يفضها يخش بينا ولينا هكا ما نحكي، وكان بالجنس والأمور اللي عندها علاقة بالشعب. ونوف بتعليق هذا ولينا لدين لملة. يا الحل من التعليق، نبدأ بك مرادة. هي راهو ساعة ديما نذكر أن القضايا هذه موجودة من أول الدنيا، راهو البغاء هي علاش يقولوا أقدم مهنة في التاريخ، لأنه موجودة في كل الأديان، في كل الأصقاع، في كل البلدان، في كل الحضارات من أول الدنيا. دونك هذا نقاش لا نهاية له. شنو تبدل في العوام الأخيرة؟ العوام الأخيرة تبدلوا أنه فما رغبة حتى من عند بعض الجمعيات النسائية في حماية النساء، في حماية من يتعرض مثلا تكون في إطار شبكة متاع دعارة، وساعات تتعرض العنف من طرف الشبكات هذه. دونك يا إما إيقاف الدعارة تماما أو بائعة الجنس، يعني نحرموه تماما. فما تيار آخر يقول، وهذا معنى عالمي اجتماع كما موجود في تونس، يقولك هذاك راهو يخلي المجتمع متوازن. ما تنجمش أنت من جهة تسكر على الناس إمكانية الحياة خير خارج إطار الزوجية، وفي نفس الوقت تمنع تجارة الجنس. دونك الموقف ضد تجريم الاتجار بالجنس حتى الغير مقنن، حتى الغير مقنن هي ذات تجريم. ومعناه هو الإشكال الكبير سلعة أنا للمرأة والناس هو الإشكال. همش قلك عليش معناه ندفع المرأة ونرضى لها تخدم الخدمة ذي بفعل على أنا مبدأ. معناه هو فما فكرة تقول لك أنه المرأة اللي تاجر دنها هي ضحية. أولا هي ضحية، ضحية الفقر، ضحية الفقر. هذيك اش قالت هي قالت الفوميول إحاطة بهم. دونك هذاك تقول لك الإحاطة وما نجرموش، خاطر انت كي مرأة ولا طفلة صغيرة جاية من الريف او شوف الكوارث اللي صايرة في المغرب مثلا. لا في المغرب مثلا ان الاشكال هذه دراسات تقول. دونك انت مع كلام نادية بوستة ولا اعطيني لا اضافة مهمة في التفكير. احنا لازم نفكروا في الموضوع. ما انا ما عندي القضايا هذه راهو ما فيهاش موقف. لازمك تفهم، لازمك تسمع وتعطي رأي. معه ولا ضد يا مراد؟ أنت مثلا مع تجريم التجارة بالجنس غير مقنة ولا لا؟ أنا مع تجريم الشبكات، لأنه نساء اللي يخدموا ضحايا يخدموا حدا شديد فريلانس مراد نورمال فريلانس. المهم اللي تبيش واحد فريلانس واحد أنت هك تعرف المسألة أكثر مني. شو مدخلنا مع تجريمها ربي ما معنى كنت تقول لي اللي تخدم فريلانس قلت لي شبكات، قلت لك اللي وحدها اختارت باش تمتهن هذه وحدها باش مع ولا ضد. شنو تقترح؟ ما نقترحش نسأل فيك ديجا اسألني عن برنامج اسألني
هو موجود نرجع لك العشرة موجود نرجع لك رفيق تو انت نعرفك خويا ورفيق صاحب ديما تواصل انا شي نقول فيها هو هكا انا عارفك انت ماكش تخلي يا مراد في بالك انت الكلام هذا اللي قلته نهار اخر ربي باش يحاسبك عليه خاطر انت عندك ميكرو وربي عطانا كلام وكذا وانت ضد معناتها بالحق راك تو سامحني ترضاوها لبناتكم ترضاوها لاختكم نرضى شنو ترضى شنو كي ترضى شنو ما ديما الكلمه لحظه ترضاوها البنات ترضاوها يا اخي انا بنتي وقتي باش تلقى روحي باش تلقى روحها في الفقر مجبوره بنتي وقتي ما تقولها صح ما نقارنوش ما تقارنش عندك فكره على الوضعيات الاجتماعيه اللي توصل نساء في العالم يخلي نحكيو على تونس كي فقر وميزيريا فما امراه عاديه تم توصل هكا اما لا نبرر الفقر لا يبرر لا للتبرير خليني نعرف نحكي معاه باللغه نتاعو هاني قلت لك ترضاوها لاختكم ترضاوها البنات ترضاوها لامهاتكم الاف نساء الفقارة وعندهم كرامه الاف بربي ما نبداوش نميعوا في الشيء هذا نورمال 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 وين باش نوصلوا عبثوهم للحبوسات عبيو الحبوسات لا مش عبيو الحبوسات يزي بلا لغه عبيو الحبوسات خليوا اليوم مجرمين تو قص عليك حق الكلام ما قص عليك راه وين راه رفيق نجم نغادر يا رفيق اسمع لا تو ما نقولش كلمتين رفيق محضورك اسمعني يا رفيق توا تشوف نهار اخر والله الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه مهزله وعندهم الحق العبيد كي يسميكم اعلام العاء والنخبه توما باش دخلوا البلاد في حين والشعب وصلت رايك سي بون وصلت رايك انا اللي قلقني يا رفيق في هذا الكل ان اليوم ندافعوا على المراه ونقولوا لها برا بيع روحك معناتها توا حاجه تحبوا يدافعوا عليها يتخليوها تبيع روحها توا معقول معناتها احنا المراه والتحرر ولازم نحميوها ونعطيوها معناتها القيمه اللي تستاهلها ونقول لها تعرفش كيفاه برا مشي بيع روحها برهان صوت الحكمه انا اللي تلزوا للخدمه والعمل والفقر خاطر فما حاله نتاع ازدواجيه شخصيه شكيزوفرينيا توا احنا رفيقي نحبوا نحلوا ملف العهر نحلوه على قاعده صحيحه مش الفقراء كهو خويا صحيح وفي القطاعات الكل صحيح وبشخصيات عامه في الفن في الاعلام في السهريات الليالي في البلايص الكل ونعرفوا العباد كيف مشات والودقام والتعريفات نتاعهم ويطلعوا ويعطيوا الدروس في الاخلاق وفي الواحد لكن شكون اللي يدخل في الاخر؟ هاك البنيه الميزيريا اللي جات من درابلين واقفه تعمل في التروتوار فهمتي على كذا انا بالنسبه لي التروتوار ما تعقبش هي اللي يقفلها ود الكلب يبدا فهمتي معناها كرش وقال قدام وخاتم فما اللي حتى مروح الكذا وعاملك الدراشنيه وبالنسبه ليها على خاطرها فقيره على زوز الترنك وزيد من بعد حالات يا ناصر ماساويه تاع ضرب وعنف وتاع كذا انا هذوكم هذوكم عندك ما نلبسهمش دور الضحيه 100% برهان عاد اللي نتيجه 100% ضحيه باش تولي طفله اللي تقف على الماده برهان احيانا عندها مسؤوليه راه فما الفقر اللي عدت حياتها تخدم في الديار ما تفرجنا استنى ما تفرجنا وانت البارح في اللي عامله باك بلوس كات وتلم في الزبله الجهل الجهل يلتقي مع الفقر خذيت ثنيه هذه من ضمن ثنيه اخرين فما اللي مش هكا راه فما اللي لباس وفما اللي كذا وفما اللي واعر وتعريفات ودنيا وعالم خاص بالحكايات هذه والشبكات دولية حتى ومنظمة وسفريات ودبي والدنيا والعالم وشخصيات وطنية مرموقة وتبدي رأي في الشأن العام وفي الفن وفي الثقافة وفي كل شيء بالتالي خويا انا اتعاطف مع حتى في هذا في الجانب الاجتماعي راه الاخرين هات نتعاملوا معهم كحالات اجتماعيه وعلى فكره الدوله اللي باش تجرم غاديكا هي حاله مؤسسات معترف بها قانونيا رانا نعيشوا في حاله معناها شيزوفرينيا عجيبه وغريبه راهو حاله مؤسسات ما بين العالم الكل حاله حاجه مقنه ولا التجاره في النوار التجاره هذيك لمنع معناها التجاوزات اللي تحصل فيها العنف الشبكات التحرش وغير ذلك مراد برشا تغشوا عليك على كلمة الريف اللي ما تقصدهاش لا لا ما نقصدهاش معناها في التفاعلات أنا قالك البروجيكسيون اللي عملتهاش معناها لا 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 والله شوف عملتها لأنه فما بلاد أنا منعرفها مليح زرتها مع كل احترامنا عليها لكن هذا ظاهرة اجتماعية هما بيدهم يقولوا عليها في المغرب ريت حاجات اللي بصراحة تولي تقول بون تقول في حال لانه فقر متقع ولكن لا يفسر كل شيء اما رفيق سامحني برهان قال مع على ضد راك ما انت معاه ولا ضد يا ودي اعطيو موقفكم يا ودي راكم مسلم عقد معاه ولا ضد هاو السؤال واضح وصريح معاه ولا ضد الكلام تاع نادي ابو سته مع تجريم الاستهلاك انا
مع تجريم الاستهلاك باهي واضح السندريلا. انا نحب نقول لمراد راهو الاسلام اعز المراه، اذا حرم البغاء وحرم التجاره بالجنس راهو هذايا معناها اللي يحفظ كرامه المراه. انا بالنسبه ليا كي نشوف امراه تبيع جسدها اهانه ليها، شنية هالخدمه هذه؟ خدمه معناها سامحوني تعطي روحها لكل مره راجل، هل هذه معناها خدمه تحفظ لها الكرامه نتاعها تخليها تعيش بعز وكرامه؟ امبوسيبل. تصور حتى امراه عصور الاسلام كلها دون استثناء ما يهمنيش في عصور الاسلام، معناها حاجه صحيحه هي ما حاجه غالطه، مادام خرجت وحرموها يعني حاجه غالطه. هذه حاجه. اثنين الاجهاض رفيق، هي حكيت على الاجهاض. الاجهاض معناها هذيك روح بشريه، يعني قتل نفس، يعني هذيك ربي نفخ روح في بطن الام. انت كي تقتلها معناها انت كانك نفس الشيء الانسان يجي يقتل عبد حي، جست هو ذاك لا حول له ولا قوه. انا فديت الحقيقه، فديت منها الحكايه هذيا. كل مره نحكيو في نفس الموضوع، كل مره ولكن كل مره جوزو كل واحد أنا عنده راي. وانا بالنسبه لي انا فما نقطه نوافق فيها برهان، حكيت انه ثم راهو الهاي سوسايتي معناها معنية جدا بالموضوع ومحمية وذا معناها باش نلغي شوية الارجيومون اللي عطاها مراد اللي مربوطة كان بالفقر. ليه مش مربوطة كان بالفقر؟ ولكن رأيي هذا نجم نسمح روحي باش نعطي رأي. حتى الفقر لا يبرر، لأنه فما ناس تحت الصفر، رجال كانوا ولا نساء، ورضاو باش يعيشوا تحت الصفر وما يعملش الشيء هذا. أنا اللي ما نفهمش أنه مرأة تخرج تقول خليها تعمل لك هكا، لانه لو هي مش قاعده تشوف في مخاطر اللي تعمل فيه، وكيفاش ردت روحها سلعه، وكيفاش ردت وحتى تروح على ثنيه نهايتها شنو؟ يا المرض يا القتل يا العنف يا نهايه نتاعها تكون كان خايبه. انا ما نجمش ندافع عليها. لو هي ماهيش واعيه، انا مطالبه باش نوعيها بقانون بردع بكلام. ما نجمش انا نخرج نقول لي، وكي تقول هي ما نجمش نعمل قانون على بدني، لا سامحني، الانتحار مجرم قانونيا، معنى اللي يعمل محاوله انتحار نجم يتعاقب هكا بدنك، اللي يشد يضرب روحه سامحوني في العباره مجرم قانونيا هكا قانون وعلى بدنك. حاجه ونون هي يحكي للناس كل بسرعه بسرعه حلوا بورقيبه في تسعه الانجاب خرج الزواج حرام، وهذا مذكور في ديننا نحن، انت مسكوا بدين الازهاض كيف كيف، والتجار بالجنس كيف كيف، احنا قاعدين نطلعوا في المال الصعد، هذا الكل في ديننا حرام. انت سيدي خويا تقول لي هاكا قبل كانوا يعملوا، شبيخ يوم قبل كانوا قدوه، ما فما قدوه كان الرسول عليه الصلاه والسلام. هو الاجهاض ضمنوا بورقيبه الحمد لله عام 1961 للتذكير. الارجنتين وصلت معناها كيفاش مراد ريت خليت تفكر على بيت باش ما توصلش الفكره نتاعك. انا يا سيدي انا اعتبر روحي واحد من اولاد بورقيبه، شبيه اللي قالوا بورقيبه الكل صحيح؟ ايش بيك ما تعممش وما تعومش الحوته تعوم وحدها. وصلت الفكره، حكيت للناس الكل في الموضوع. هو الامانه اكثر تصريح اثار جدل في الويكاند تصريح الفنانه ناديه بو سته في علاقه بالمواضيع هذيا، الانجاب خارج الزواج، الاجهاض، وخاصه تجريم الاتجار بالجنس الغير المقنن. حتى الغير المقنن هي كانت التجريم. توا يا مراد هاو قدام المستمعين نحكيو بالفرشه بعد ما تعملش رينيون، واش بكم نزلتوا علي يا خويا انت تغرق روحك وحدك. او من توا كي تعطي اراك ولكن هكا. لا مدلوم لحظه ما تلومش على الكومونتير. ما عندي وقت ما يقلقنيش. زاد اسلوب زياد انا ما نوفقش عليه، هذا باش تهجم على مراد. الناس كلنا دايو بالهدايه المراد. علاش التهجم وكذا؟ نقولوا بالهدايه والتوبه. انا وبرين على فرد موقف اخي شو اسمه فرعون. لا مش فرعون، اللي كان من رؤوس الكفر ومن ابو جهل عمرو بن هشام. فوالا ثم ابو سفيان. ثم ابو سفيان فوالا اللي كان من رؤوس الكفر وبعد تاب واسلم وكذا. هذا اسمه تخوين يا سيدي. هذا اسمه تخوين. تو قال برهان تحكي لنا. لا ما قالش تعال الهدايه ما خونش. اسكن ربي يهدينا وكذا. يا رفيق نعملوا ختمه غدوه، نقترح من 7 لـ 9:30 نحطوا مراد في الوسط، جيب قره من باب القذف ونعملوا رقيه. يلا نعود بعد الفاصل ما تبعدوش. EFM. اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الراف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. 9:30 تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر
مع المدام وجيهه. سيدي نبدلوا جو شويه، نمشيو للاعب، نمشيو للربح. كلمتنا على 31 380 ألف، خرجت معنا في القرعه. معنا في التليفون فاطمه العجيلي. فاطمه صباح النور. صباح الخير رفيق. شنو حوالك يا فاطمه؟ عامك مبروك، عامك حي بخير. كل عام وانت حيه بخير لالا، وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. والناصر والحاج وميمه وعايشه. ربي فضلك يا فاطمه. منين تكلم فينا واش تعمل في الدنيا فاطمه؟ انا نتكلم فيك من تونس ونخدم موظفه. تكلم فينا من تونس تخدم موظفه، موظفه في شنو؟ في اداره عموميه. فاطمه اعطينا التفاصيل فاطمه، فين؟ هيا فاطمه. وين فاطمه تقول؟ منظمه اقتصاديه. منظمه اقتصاديه، باقي ما عرفناش شيء. ما تحبش تقول، ما تحبش تقول فاطمه. ما يسالش شيء. كيفاش كانت سهريه راس العام فاطمه؟ عائليه تلميت ولا ولا؟ اي والله في الدار انا وراجلي قعدت، ما طيبت وحدي جاتو، طيبنا عشاء وعملنا سهريه. عشاء رومانسي انت والمسيو معناه. هيا به، يا ربي يفضلكم لبعضكم. خذيتوا قرارات نتاع 2021، خذيتوا قرارات مع بعضكم، ابرز قرار فهمتوا عليه شنو؟ والله تفهمنا على برشا حاجات. مثلا اعطيني ابرز قرار، نحب الناس نس فاطمه، نحب الناس نس. ابرز قرار شنو؟ المواظبه عرفت. برشا قرارات بكا. يا اختي انا فاطمه برشا قرارات. طيب فاطمه نلعبوا على كادو، على جائزه من اهداء برونت، والسؤال يقول شنو هي التكنولوجيا، شنو هي التكنولوجيا انتيليجونت نتاع برونت؟ نسمي لك ثلاثه اسماء وانت تختار، كوارتز، بروتكتوس، والا انتلكت. كوارتز، بروتكتوس، والا انتلكت. انتلكت. متاكده فاطمه؟ اي متاكده. متاكده أي متأكدة فاطمة. إن شاء الله عامك مبروك، ومبروك عليك ربحت معنا ألو من أهداء برونت. مبروك عليك فاطمة العجيلي من تونس، ربحت معنا ألو كادو من أهداء برونت. نسلم عليك برشا، وكان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا نحب نسلم عليك أنت برشا برشا. يفضلك، عايشة فاطمة. وميمة، وميمة شختو، وناصر ومراد والحاج وسي برهين، وكل واحد نحبك برشا يا سي برهين. ربي يفضلك، ربي يفضلك. بربي بربي، ملاحظة ملاحظة فاطمة، علاش قلت ناصر ومراد وسي برهين؟ علاش السي برهين ومراد وناصر لا؟ خاطر هما ولاد صغار هكا حسبتهم. لا لا هما خاطر عفويين، فهمت؟ سي برهين صعيب شويه. برهين سي علم برهين او بالعصا هو حتى كي يعني تاع باب الحاره ابو شهاب العقيده ابو شهاب. باهي فاطمه نتبع فيه، عنده مواقف صعيبه شويه، عنده مواقف ما تتشدش ولا ما خالف. يلا سلموا عليك برشا فاطمه العشيري من تونس، ربحت معنا لوت كادو من اهداء برون. برونت بور تو لي جور اي ميم لي زوتر. يلا مبروك عليك فاطمه، لود كادو من اهداء برونت. كانت هذه ساعتنا الثانيه، نتلاقاو بعد شويه مع البطاقات حتى للتسعه ونص مكملين. اقعدوا معنا، ثم مغاربه علقوا على الكلمه اللي قلتها زاد. الملك في تونس في المغرب، الملك باش يتدخل من بعد الملك، الملك المغرب يطلب التدخل، ناخذوا حق الرد من عند جلاله ملك المغرب بعد شويه. ما بين التسعه والتسعة ونص قد تكون ازمه دبلوماسيه. ثم جاني توا زاد مساج رئيس الباراغواي. رئيس الباراغواي، رئيس الباراغواي قال لك اللي شعار يقولوا فيها وبيعوا في المخدرات. الاوروغواي، الاوروغواي. على الملك باش تسالوا على التطبيع وكل. بيان سور. بطبيعة الحال. على التطبيع. تسعة ودرجة. هاكا الغى حق الرد توا. يلا نعود بعد الاخبار حتى للتسعة ونص مكملين، ما تبعدوش. يا فام ميتيو. صباح الخير، نهاركم زين على إيا فام أحلى غاديو. اليوم الاثنين 4 جانفي، نبداو الجمعة بطقس بارد، درجات الحرارة تكون أعلاها بين 11 و15 درجة، وتبقى في حدود 8 درجات في المرتفعات. ممكن أمطار رعدية في أول النهار في أقصى الشمال في ولايات بنزرت، بيجا وجندوبة، ومن بعد باش تكون الأجواء مشمسة مع شوية صحاب في الجهات الكل. الريح اليوم قوية شوية على السواحل الشمالية، وسرعتها تنجم توصل 60 كيلومتر في الساعة في هبات، والبحر يكون هايج برشا في مناطق الشمال. نعملوا تحويسة مع بعض
قبلنا نشوفوا الاجواء نبداو بيجا وين تسمعونا على 103.9 نلقاو سما صافيه نهار كامل الريح خفيفه سرعتها ما تفوتش 13 كيلومتر في الساعه والدنيا تكون بارده الحراره بين 2 و 12 درجه من بيجا نمشيو نطلعوا على قفصة وين نلقاو سما صافيه الريح خفيفه زاده سرعتها ما تفوتش 12 كيلومتر في الساعه والحراره بين درجه و 10 درجات انا نرجعكم الساعه الجايه بحوال الطقس وانتم خليكم معنا مازلنا مكملين مع رفيق بوشنيق وتوت ليكيب في الرفماج وتوت سويت وقايد الاخبار يا فهم توا 9:30 في تونس 9:30 في مراكش أخبار الاثنين 4 جانفي مع سيل مهليل مرحبا مرحبا وجود محاولة لخلط النفايات اللي تم العثور عليها بحث معمل السيمان في شبيكة في القروين بإدخال نفايات تونسية فيها وحرق البعض منها وأكثر تفاصيل مع رئيس لجنة الإصلاح الإداري في البرلمان بدر الدين القمودي نقطة أخرى تم محاولة للتمويه من خلال خلط هذه النفايات نفايات تونسية هذا من جهة ومن جهة ثانية بعد أن تم التفطن لتواجدها بالقرب من معمل اسمنت الحيوان تم حرق جزء كبير منها وهذا لطمس هويتها وطبيعة هذه النفايات ينطلق بداية من اليوم السبيطار العسكري جديد في صفاقس في استقبال المصابين بفيروس كورونا بطاقة استيعاب في مرحلة أولى بعشرة أسرة إنعاش و52 سرير أكسجين وباش يستقبل الحالات اللي تم توجيهها ليه من طرف الوحدات المختصة وتشهد صفاقس انتشار للوباء وين تم البارح تسجيل 126 إصابة بكورونا في حملة تقصي سريع للفيروس بعد إجراء 495 تحليل سريعة وأكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة جوهر المكنين الحملة هذه تدخل في إطار برنامج الوقائي تقصي فيروس كورونا عند الأشخاص حاملي الأعراض احنا هذه في مستوى صفاقس الكبرى هذه الثالث أسبوع على التوالي اللي احنا نعمل معدل مدى في الأسبوع الشخص حملة تقصي دونك تم وفود تقريبا حوالي إلى أكثر شوية من 1000 مواطن منهم 495 شخص تم إجراء تحاليل سريعة عليهم دونك سجلنا 126 إصابة بقية أخبارنا في عناوين استئناف دروس في المؤسسات التربوية في صفاقس على زوز دفعات بسبب انتشار فيروس كورونا وباش يرجعوا للقرية اليوم 6 ابتدائي والتسعة إعدادي والرابعة ثانوي وبعد غدوة بقية المستويات وزير التربية يقول أنه باش يتم صرف شهري خريجي التربية والتعليم آخر جانفي الحالي وعددهم 4325 مدرس وينتظروا في رواتب 14 شهر وهذا في حواره مع الصباح الأسبوعي رئيس حركة النهضة راشد الغنوش يقول إنه حل الأزمة الليبية باش يقود الشراكة اقتصادية بين تونس وليبيا وقطر في المستقبل في حواره مع صحيفة الشرق القطرية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمر بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من دولة ليتوانيا وآخر 10 وزراء دفاع أمريكيين يعلنوا معارضتهم لأي انخراط للقوات المسلحة في عملية انتقال السلطة قدام ما اعتبروه تعنت الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وإصراره على أنه هو الفائز في الانتخابات الرئاسية موعدنا يتجدد في أخبار 10 وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على FM TV على اليوتيوب FM اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر
برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. ثمانية متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا ذمار حتى النص النهار، زينب تحكي لنا أصل الحكاية، والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي، اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. ثمانية متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا ذمار حتى النص النهار، زينب تحكي لنا أصل الحكاية، والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعد ومع البرنس الكنز بذمار وفانات وميجا، زيد زياد وزيادات والطالون تاع سندريلا، ويبادر بدو يبنقشات ويقولوا شادد جول الشلة، الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت. علي الراف ماج، علي الراف ماج، علي الراف ماج، علي الراف ماج.
20 دقيقه الاخيره في حلقتنا لليوم 9:11 دقيقه مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. موعدكم tout de suite يكون مع البطاقات carton du jour. الحديث باش يكون على الكوره وباش نحكيه على النادي الافريقي. هزيمه جديده البارح للاحمر والابيض زد نجم المتلوي في تونس. استقاله المدرب لسعد الدريدي واحتجاجات كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع في الحديقه حديقه النادي الافريقي. جماهير الافريقي اليوم تطالب ب إقالة ولا استقالة عبد السلام اليونسي. ناصر البدوي يحكي على الإفريقي وضعية ما تفرحش بالكل الأحمر والأبيض. اللي مؤكد وقت اللي تحكي على وضعية فريق عمره 100 سنة ما تنجمش تلقاها بالوضعية الكارثية اللي موجودة فيها النادي الإفريقي. النادي الإفريقي مشكلة الكبيرة قاعدة يعني فيها توا عندها سنوات وقاعدة تتكرر وقاعدة تتعاود منذ جايين سليم الرياحي. تعرف الناس الكل لكن الناس كلنا نقدنا سليم الرياحي بالرغم انه الفلوس والامكانيات الماديه اللي حطها في النادي الافريقي، لكن في نهايه الامر هز لقب وخلى برشا مشاكل ماديه خاصه برشا نقولوا احنا ملفات معناتها في الفيفا اللي خلات النادي الافريقي يتكبد اموال طائله اللي قلنا وقت اللي يجي عبد السلام اليونسي ان المفروض يلزم يصلح يلزم يبني. وقت اللي انسان خدم قبلك يلزمك تبني على الشيء اللي عمله غيرك كانوا باهي تخليه وتتحاول تصلح على. لكن ناكد لك يا رفيق انه جايين عبد السلام اليونسي كارثه طمه في النادي الافريقي. انه السيد هذايا كان عنده ذره رجوليه معناتها نقول احنا ولا معناتها نقول انا انسان كانوا بالحق يحب النادي الافريقي يلزم يغادر حاله. اليوم وقت اللي ترفضك الجماهير الملاعبيه التقارير الماديه وقت اللي نحكي على فريق اسمه النادي الافريقي من 2018 ما عندوش تقرير مالي. النادي الافريقي من 2018 لا عمل جلسه عامه لا عمل جلسه عامه تقييميه لا عمل حتى شيء. هذا الكل يخلي النادي الافريقي في وضع كارثي. انا نحكي لك على كنت نحكي على المرحله نتاع سليم الرياحي والانتدابات اللي حكينا عليها كانت ملفات كبيره وانه طلع الكوت. انا نقول لك عبد السلام اليونسي جاب 14 لاعبي ما لعبوش في النادي الافريقي. وقت اللي يجي انسان باش يصلح ويجيب 14 لاعبي 14 انتداب ما نجحوش هذا راهو مش معقول ومش مقبول. معناتها هذا يوري اللي فما فوضى. فشكون يختار شكون يجيب؟ انا ناكد لك يا رفيق فما زوج ملاعبيه جاوا من السنغال يمكن نلقاهم في قهوه ولا نلقاهم ما نعرفش منين جابوهم يا رفيق. قبل نص الليل صبوهم في سيرفيس تي ام اس وبعد نص الليل نحوهم. على خاطر علاش؟ خاطر الملاعبيه هذوما ما عندهمش ما يثبت هما دي سون دي جوار انترناسيونال. معناتها هذه ابسط حاجه نجم تعملها. وانا ناكد لك اكثر من هكا رفيق تعرف مشاكل الماديه اللي الملاعبيه يعانيوا فيها في النادي الافريقي وجل الملاعبيه مش خالصه. اللي فما ثمانيه ملفات سمعت سته ملفات يوم 8 جانفي قيمتهم الماليه يعني نقولها الشفره ذا وانا نتحمس وليدو اكثر من 3 مليار دوات باش تجي خطايا الملاعبيه محليين اللي شاكيين بالنادي الافريقي بالرغم انه اليوم النادي الافريقي مطالب باش ينجم يسرح معناتها الامور باش ينجم معناتها يكاليفي الملاعبيه نتاعو يزمو 12 مليار 12 مليار بالتمام والكامل. هذم الكلهم انا اللي شيفر نقول فيهم هذوما باش ناكد حجم الكارثة اللي موجودة في النادي الافريقي. في جمهور الاحمر والابيض شوفوا في الاحتياجات نتاع جماهير النادي الافريقي. جماهير كانت حاولت واعتصمت بالحديقة امبارح. مجموعة من الجماهير تحاولت المنزل عبد السلام اليونسي ومن بعد تدخل امني وحسب ما عندي من معلومات هزوهم باش عملوا التزام باش ما عادش يتواجدوا في المنطقة هذيك. عبد السلام اليونسي لكمال بن خليل اللي كان رفيقه في هيئة التسيير ومازال كي استقال مؤخرا من الهيئة هبط ساتيو البارح قال عبد السلام اليونسي أنت لعنة حلت بالجمعية أسأل الله أن يرفعها قريبا. في وسط هذا الكل عبد السلام اليونسي البارح يوصل صوته عن طريق صديقنا عبد السلام ذي فلة ويقول مانيش باش نستقيل وما نستقيلش ونعطيها الهيئة التسييرية. ما نستقيل إلا ما يجي رئيس قابل ويوعد ويعطي الضمانات باش يخلص ديون الافريقي ويخرجها من الازمه اللي هي فيها. اليوم تقريبا تاريخيا ما نعرفش فما فتره اتحدت فيها كل مجموعات النادي الافريقي صحيح. كما اتحدوا الاربع مجموعات الكبيره في النادي الافريقي على قرار واحد وعلى مطلب واحد وهو استقاله عبد السلام اليونسي. ما الذي يجعل عبد السلام اليونسي اليوم يتشبث بالرئاسه وقت اللي استقالته صارت مطلب جماهيري؟ اليوم زايد
ما عادش نجم تبدل حتى شيء، صرت رمزا للفشل بالنسبة للنادي الافريق. ناس كل تحبك تغادر، لسعد الدريدي يدفع الفاتورة وهو مسكين مدرب مظلوم لأنه خدم في ظروف ما يقبلهاش العقل البشري. عبد السلامة يقول لك ما نستقيلش أنا، علاش علاش حب يقعد في الافريق اليوم ناصر؟ يحب يكمل يهدم الافريق، ما نجمش تكون حاجة أخرى. يا ودي راك توا عندك عامين ثلاثة الناس تستنى فيك، اليوم راهو ما تنجمش تقول بتعلة اني ما نجمش نخلي الفريق وحدها وما فماش يا ودي سيبها. انت ماكم الانسان اليوم تحب ولا تكره، انت رمز الفشل تحب ولا تكره. اليوم هذوما الارقام الكل تدل كونك ما رجحتش في المرحله هذه، لا كرويه لا رياضيه لا ماليه لا في استراتيجيه، ما نجح في حد شيء. اليوم يا خويا ولي هذا، اليوم يا عبد السلام اليونسي راك مطالب باش تغادر النادي الافريقي يا خويا، خليه تو يجيو ناس وتسيروا، اخرج انت منه وسيبوا تو يلقاو شنو. برهان انت متيم بحب النادي الافريقي وتبع مليح كوره كما تبع سياسه، تعليقك على ساير اليوم، عندك تفسير الاصرار عبد السلام انه يقعد في الفريق اليوم؟ اصرار جزء منه نفسي يقول لك ما نخرجش بالطريقه هذه، لكن خليني نطرح معاك حاولت اجابه نتاع علاش رغم الجمهور عبد السلام اليونسي شادد صحيح. الجمهور نتاع النادي الافريقي بالطبيعه كما جماهير الرياضيه تحب على التبديل، تطرح التبديل بحركات عفويه. احنا نحييو الناس اللي متحمسه، راه اعتصام مفتوح بيت قاعده، وعلى فكره فما وعلى فكره فما اخبار حلوه بتشوف قيمه العلاقه بين جماهير الجمعيات، حصلت لقطه نهار السبت معناها جزء من جمهور الاسبيرانس مشى في اطار تعاطف مع جمهور الكلوب الغديكه، والعباد تجيب لبعضها في الماكله، معناها جو ياسر رفيع وجو ويعطي في صور جميله. لكن واقعيا ابار الصور الجميله، عبد السلام اليونسي القى اليوم الكبارات اللي خرجوا وتحملوا مسؤولياتهم وقالوا له اخرج يا عبد السلام، خاطر هو قاعد راهو يطيش في الكوره بطريقه هل يقول انا حتى نرقى حد ونعطيها له، خاطر يعرف التردد الكبير في التقدم للمسؤوليه. اليوم توا الناس داعيته باش يخرج، جمهور الكلوب يحس، خاطر جمهور الكلوب جمهور يعرف كان يحب جمعيته، ما يحسبش، يعرف كان يحب جمعيته، اما المسيرين يحسبوها، مسيرين يحسبوها. اليوم عبد السلام هاكا طيش في الحكايه هذيا باش يدردر، طيش حجره، ايا في كي يتقدم حد تو نعطيه خاطر عارف خاطر. اليوم انا ادعو زاد كيما ادعو بكل لطف انه ما نجمش يكون خندفوا عليه شويه هذايا صحيح، ولا وحش هكاك المجهول بكل لطف. عبد السلام اليوم ما خسر حد شيء يا خويا، انسحب ما يصيرش. فما جماهير تتوقع وتتخيل أن وضع جمعيتها في كل الحالات بالصدمة النفسية بالتبديل باش تتفرغ خير، ولكن الأهم بالنسبة لي من انسحاب عبد السلام من سيتقدم للمسؤولية أخويا العزيز؟ يا برهان أنا هنا أولا راهي انساو قصة الشخص المنقذ اللي باش يجي، ما عادش فما في الظروف الحالية شخص منقذ، فقط يا خويا هات نعملوا هالهيئة كيما عملنا هيئة تسييرية زوز من الناس، ولكن الهيئة التسييرية عليها أن تكون مدعومة من الكبارات اللي يحسبوا رواحهم كبارات ويعطيوها الضمانات الكاملة أنه نعملوا باساسيون عقلانية نتاع عقل تنقذ الجمعية مش تعيد إنتاج نفس الأزمة. راهو خاطر اليوم يخرج عبد السلام يخرج عبد السلام، وأنا خاطر بكل لطف نقول له اخرج عبد السلام ليك أنت شنية هذه عبيد ضربة ضربتين وهذا الزادمين ودار والكلام المودي والحكايات، ما يسالش يا سيدي، حتى كان تعتبرها على روحك أنت ضحيت وما تحبش تخرج من الباب الصغير يا سيدي، هذه وضعية بتاع جمعية، وضعية بتاع أزمة كبيرة، ولكن أون كونتر بارتي زاد أخويا توا حان الوقت، مش جمهور فقط هو اللي يدفع الضريبة بتاع البرد ويدفع ضريبة البقاء في الشوارع ويدفع واحد، حان الوقت نحب نسمع كبارات النادي توا أخويا، كبارات النادي كي يقولوا الكلمة ويتحملوا فيها المسؤولية، وقتها باش واحد يولي مطمئن على الجمعية، يخرج لنا حد يقول يا عبد السلام اليونسي اخرج من الجمعية، هذم الكبارات يجارانتيو أنه ندفعوا ديون، أنه ننجحوا الموسم الرياضي الحالي، وأنه نقفوا على الجمعية، أوترومون خليه جمهور وحده فاس فاس هو عبد السلام اليونسي، الجمهور باش يقعد يسيح وعبد السلام باش يقول أنا شادد الواحد بدون أي رؤية لغدوة. هذاك عليه هيئة تسييرية تتشكل تتكون ويخرجوا هالكبارات ويقولوا احنا باش ندعموها، وكيف باش ندعمها؟ اش باش تحط على الطاوله بدعمها؟ افريقي لا يستحق اللي قاعد يعيش فيه، الناس كل اللي تحب الكوره، حتى ما تحبش الافريقي تعرف انه لا تعمل البطوله بلا نادي افريقي، لا تعمل الكوره في تونس، والافريقي يتخبط في الازمه الحاليه، صار مطلب شعبي، مطلب جماهير الافريقي اليوم، مغادره عبد السلام اليونسي، نجم نكونوا يمكن ظلمنا السيد وعمل واعطاه، ولكن اليوم نتائج الوضع كارثي، الماكينه واقفه، حتى شيء ما ماشي في الافريقي.
الافريقي وليست مسؤوليه لسعد الدريدي للامانه اللي خدم في ظروف صعيبه برشا ولقى روحه البارح مجبر انه يرمي المنديل اول مره تقريبا كما قلت اربع مجموعات تتحد على مطلب واحد ونعرفوا الريفاليتي اللي بيناتهم لي جروب نتاع الفيراج والتشجيع في النوادي وفي الافريقي رغم هذا يتحدوا على مطلب واحد مغادره عبد السلام اليونسي يبدو انه لمصلحه الافريقي على عبد السلام اليونسي انه يغادر ويستقيل ومن بعد تقعد الكره عند كبارات الافريقي لانه سؤال باش يقعد طارح نفسه اين كبارات الافريقي الازمه طولت شويه ولليوم ما شفناش شكون خرج وقال انا وجماعة اللي معايا عنا النادي الافريقي كلفنا ذلك ما كلفنا المبلغ كبير ولكن مش كبير على النادي الافريقي مش كبير على المسؤولين وعلى كبارات النادي الافريقي حتى يصير اللقب هذايا مستحق جماهير الافريقي للامانة عملت بارشة مع الجمعية نتاعها في كل لدخة كانت موجودة وفي كل لدخة لبت نداء الواجب واليوم في الشوارع وفي البرد وكورونا وغيره كذا وهم يطالبون بانقاذ جمعيتهم الرسالة ان شاء الله تكون وصلت لعبد السلام اليونسي اللي من الحاجات المستفزة مع اكثر هالغياب الاعلامي ما يضر في حتى بلاتو يخلي الناس الكل تأول كيما تحب يخرج مسؤول يقول كلام وبعد نفس المسؤول يستقيل ويكيل التهم لعبد السلام اليونسي وضعية ضبابية كبيرة لا تستحقها القلعة الحمراء ولا بيضاء حس سعيد لجمهور النادي الافريقي وان شاء الله القادم احلى وان شاء الله النادي الافريقي يرجع لسالف نجاحات وسابقا نعود بعد الفاصل EFM. اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا ذمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شهين ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58-550-707 واعطيونا أخبار جهتكم محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة يكفيكم باش تطلبونا على 31-380,000 الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي الخمسة متاع العشية ماج البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على EFM أحلى غاديو علي الراف ماج يلا من الكورة ومشاكل الكورة نمشي لسهرية رأس العام شموسة كان حاضر على قناة كارتاج بلوس في أول تجربة بتاع تنشيط لي ويبدو أنه ردود الفعل كانت إيجابية الورقة الخضراء جي من عند السندريلا وهذا نيشان يحطه على صدره شمس الدين باش التفاصيل تتسويت فرجنا الكلنا في ثلاث العام كلنا كنا أوبليجين نقعدوا في الدار ونتفرجوا على القنوات التلفزية التونسية كل ولا أوبليجي زي ما كانت في الإمارات تعدي رأس العام حقيقة أنا عمري ما سهرت برا وعمري ما سهرت كل العادة مش أوبليجي ليه ما هو بتوينسا جل نحكي على تونس باسم الشعب ليه شكونك باش تحكي باسم تونس يا زياد احكي بروحك يا شبك شي تو احكي باسم روحك يا أخي خاطر على عام عرس ذلك وفي وقت البطاقة رجع الله يهديكم حسيلو تفرجنا على السهرات ليلة رأس العام في القنوات التلفزية أنا حبيت نعطي بطاقة خضراء لشمس الدين باشا اللي شفته لأول مرة كمنشط لبرنامج فني على قناة كارتاج بلوس خليني نحكي ساعة على الستوديو ستوديو كان نعطي مزيان برشا من الإضاءة للإيماج للديكور 10/10 أنا كمتفرجة كي نبدأ نتفرج نبدأ متفرهدة شيخة نشوفي حاجة مزيانة من زيد الحضور اللي كانوا حاضرين والحاجة اللي يمكن اللي جلبت انتباهي اللي فما بارشا غني
وشوية كلام، يعني كانت حفلة بأتم معنى الكلمة. ما شفتش ناس تحكي برشا، أغلبيتهم حضروا غنيو المصري التونسي الشعبي. شمس الدين باشا كان حاضر بروحه الخفيفة كما هو، ما حسيتش تصنع، كان أليز مرتاح. علاش ليه البرنامج هذا ما يتواصلش كل ليلة سبت؟ علاش ليه ما يكونش موجود في قناة كارتاج بلوس؟ وعلاش رفيق البرامج هذه اتفقدت في القنوات التونسية، البرامج اللي فيهم برشا غناء وشوية كلام، كما مثلا نوبليي با لي باغول اللي معنا جي، كما زاد عندي ما نقول لك، عندي ما نغني لك عفوا في وقت ما في قناة الحوار التونسي. يزينا من كل واحد يبدا شادد هكا بلايصة يبدا ينظر علينا، وهذا يجي وهذا ما يجيش. برنامج واحد يكفي مثلا في قناة التاسعة، هذه اخرتها فيه البركة. جودي تو في قناة الحوار التونسي، ونبدلوا شوية الاجواء وشوية فن وبرشا غناء. انا عجبتني سهرية وعجبني برشا الديكور والاذاعة، مكانك ماكش في استوديو تونسي، يظل اشب استوديو شفناه فترة الاخيرة في تونس، ويبدو انه التجربة باش تتواصل مع شمس الدين باشا. ما نعرفش نهار سبت ولا مش نهار سبت، ولكن بعد التجربة الصغيرة هذه نتاع سهرية واحدة يبدو لي انه شمس الدين حسب معنا من اخبار باش ينشط وباش يعمل برنامج على قناه كارتاج بلس. ما عادش عندي وقت. ونأكد لك اللي سي لسعد خضر اللي هو مالك قناه كارتاج بلس، بعت بطاقتي باش يمشي يعيط شمس الدين ويتفاوض معاه. انا متاكد من هذا، ولو انه التفاوض صار عنده جمعه تقريبا. مراد صغيدي باش يحكي لنا على انجيلا ميركل وخطاب الوداع، خطاب كان تاريخي في المانيا. التفاصيل تتفيت مع مراد. بعد بضعة أشهر أنجيلا ميركل ستودع منصبها كمستشارة شانسولير أو كانسليرين كيف ما يقولوا غادي في ألمانيا. أنجيلا ميركل شد الحكم من 2005 يا أميمة، وتعرف الأرقام تاع شعبيتها توا قديش؟ 70% من الألمان موافقين على كل ما عملته، و 80% من الألمان موافقين على سياستها وقت الكوفيد. بعد 15 سنة احنا عنا رجال سياسة في 6 شهور 7 شهور تهريوا تماما، مش احنا بركة ماكرون وهولاند في فرنسا كيف كيف. أنجيلا ميركل حالة شاذة، تم إعادة انتخابها يا برهان 3 مرات، غلبت منافسيها في حزبها سيديو، غلبت منافسيها خارج حزبها، تم انتخابها 14 مرة من 2006 كأقوى امرأة في العالم من طرف المجلة الاقتصادية الشهيرة فوربس. بالرغم من هذا رفيق، واسمحوا لي وتعرفوا نحترم ديما نساء، أنجيلا ميركل ليست بامرأة جميلة، ليست بامرأة أنيقة، ليست بامرأة ناعمة، وليست بامرأة شعبوية. فما هو السر يا ترى؟ الألمان ما يعرفوا عليها حد شيء. امرأة عادية باحثة جامعية في الكيمياء عمرها 66 سنة، حياتها الخاصة تزوجت مرة أولى من أستاذ جامعي ما نعرفوا عليه حد شيء، طلقت وخذيت أستاذ جامعي عاقل عادي ما عنده حتى حكاية. أنجيلا ميركل من حياتها الخاصة يعرفوا حاجتين، تمشي تقضي في السوبر مارشي أكسسوار المعروفة، وتشد الصف يا برهان كل مرة تتعاود ذي كل شهرين ثلاثة ديما تشد الصف. يعرف عليه حاجة واحدة، وأنه طيب مليح يا أميمة، التارت بالعوينة وفقط. أمي العوينة زي تارت بالعوينة. أما الصحيح شنو شدت في 2005، ومن 2007 لليوم ألمانيا صارت أقوى قوة اقتصادية دون منازع في أوروبا، فاتت فرنسا وفاتت بريطانيا وفاتت إيطاليا، وصارت رابع قوة اقتصادية في العالم، فاتت البرازيل وفاتت الهند وفاتت روسيا، وركزت ساقيها وما هيش بعيدة أن تفوت اليابان. أنجيلا ميركل ساعات تاخو مواقف ضد التيار، مثلا وقت الأزمة السورية تذكروا كل زوزملين هربوا من سوريا، فرنسا تتبكى وتتشكى خذيت 20,000 لاجئ. أنجيلا ميركل يا برهان خذيت 1,100,000 سوري وقتلوا ما تخافوا من حد شيء، والنتائج كانوا معاها، اللاجئين حركوا الاقتصاد ونسبة النمو طلعت. أنجيلا ميركل تعمل في الكوميونيكاسيون وما تعملش في الكوم، وشعبها حبها إلى يوم الناس هذا بعد 15 سنة، لأنه راه فيها الصدق ولأنه راه فيها النجاعة. جابت نتيجة، البطالة نقصت، الشركات الألمانية ولات ليدر في العالم أجمع بأسلوبها هي، أسلوب لا فيه شو أوف، لا فيه خطابات كبيرة، لا تمسح، لا تعيط، لا تدادي، تخدم تخدم تخدم.
حالة شاذة بعيدة على الشو متاع أوباما، بعيدة على الحكاية متاع كلينتون، بعيدة على ساركوزي وأموره، بعيدة على ماكرون اللي كل نهار يظهر في التلفزة. أنجيلا ميركل بكل صراحة مثال يحتذى به، وستنهي 15 سنة من الحكم وتخرج من الباب الكبير، وبش يقولوا لها الألمان مش ارحل، بش يقولوا لها إيش اللي بديتش، نحبك ودانكيشن، نحبك أنجيلا ميركل. شفنا في معشو كان خطاب وديع ذاك رسمي في الحزب متاحة، في الحزب متاحة تقريبا 10 دقائق تصفيق من دون انقطاع. من عش كي تخدم تلقى نتيجة، قد تكون لحظات من الشكر ولكن تلخص سنوات من العمل. برهان، أنا اللي يلزم يتشكر راهو في حسب رأيي أنا مراد الشعب الألماني مش أنجيلا ميركل، الشعب الألماني اللي يعرف يختار. تقريبا الشعب الألماني وقت اللي ارتكب حماقة في 34 العالم الكل دفع ثمنها في الاختيار، طلع المستشار أدولف هتلر. بعدها بعد ألمانيا الجديدة اللي طلعت من ركام الدمار متاع الحرب الثانية، عموما اختياراته كانت راهو ميركل ماهيش الاكسبسيون، راهو شراودر قبلها عظيم جدا، شراودر في المرحلة متاع الاتحاد الأوروبي وبناء أوروبا، هلموت كول وما أدراك ما هلموت كول، صديق ميتيران في بناء أوروبا الجديدة. يعني هذا الشعب الألماني اللي يعرف يختار، ما جبلكش واحد معناها جاي من المريح قال له رانا باش باش يوعدك بالأوهام ويوعدك على خاطره، على خاطره يعرف يتكلم، ولا على خاطره يعرف درشنية، ولا والله يعجبنا، ولا والله حنين، ولا والله يلبس ضيف مليح، ولا ويلبس مليح ولا ما يلبسش مليح. هذه الشعوب اللي تعرف تختار، ما عندوش خير من حتى هي، حتى هي اليوم تشيخ، واليوم تشيخ على عطاها 15 سنة راهو ثقة، 15 سنة كاملة طويلة في عمر الديمقراطية الحكاية هذية، كيما قبل عطاها مارتين شراودر زادة كيف كيف عطاها 10 سنوات. يعني هذه الشعوب التي تحسن الاختيار، لكن ما نلومش عليها، احنا ما زلنا خطر، ما تنجمش تختار وانت فقير، ما تنجمش تختار وانت جاهل، ما تنجمش تختار وانت معناها ثقافتك السياسية على محدودة على باب الله، ما تنجمش تختار وانت يخدم بيك برنامج فهمتي معناها يهزك الفوق وبرنامج يهبطك اللوطة، ما تنجمش تختار في الظروف هذه. حتى احنا نأملوا، خاطر مش نقعدوا احنا ميركل نحكيوا عليها يبعد علينا، احنا خلينا في جونا لهنا، نحن ان شاء الله بالتدرب 5 سنوات 10 سنوات جيل جديد يولي ان شاء الله يعرف يختار. ان شاء الله هذا اللي نتمنى، وهذا محليهم كل لحظات تعتيق في مخها فلاش باك على 15 سنه من العمل، والناس توقف تصفق عليها بوندون 10 دقائق تقريبا، ونحكيوا على المانيا مش هي بلاد معنا المانيا وما ادراك ما المانيا. برنس باش نكمل معاك البطاقات دقيقه، كره اليد في دقيقه لانه مهم الاخبار، ولانه ما عندناش الوقت باش نحلوا في اطار الفوضى اللي عايشتها كورتنا ورياضتنا للاسف، ولادنا اللي يتعدوا خوض غمار نهاية كأس العالم. يلا برنسي زيد خسر 3 ثواني. في 10 أيام تونس بتدخل غمار كأس العالم في مصر. عملنا مشينا القطر ولعبنا 3 مقابلات. الرافة النتائج كانت باهية، تونس قطر خسرنا 33-30، مع إسبانيا عملنا 30-30، مع الأرجنتين عملنا 28-27. حلوة الدنيا، وكانت كان اللي يوصلنا من اخبار وانه الجو باهي كل شيء، مو صحيح، الجو ما كانش باهي، فما بعض الملاعبيه تجاوزوا حدودهم وقاموا باعمال لا تشرف منتخب كره اليد اللي هو على ابواب، على ابواب بطوله العالم، ابواب بطوله العالم. قاموا 3 أيام ولا 4 أيام هذوما باش نلعبوا مع ايفري 3 مقابلات وديه. نحب نقول مثالش تضرب الجامعة تو تضرب الجامعة، أنت قبل ما تضرب بعثت مسؤولين يعاونوا شاكر الخنيسي، مش سايب شاكر الخنيسي في وسط الجماعة مع هذه الكل، وبعدش تقول هاو باش نضرب بيد من إيه شاكر الخنيسي مشى هو رئيس وفد، إيه المحد مش هو مسؤول، مش مسؤول في الجامعة. نحب نقول بربي علاش ديما نفيقوا مخر، علاش ديما نعملوا المشاكل لجورجي، نهار اللي حاجتي بك وجهي تجي لقطاس تخبش. اي ولكن ما نوافقكش انا، مش من دور بو مسؤول، اوكي مسؤولين اطار كذا، ولكن لاعبي عنده كوب دي موند ما يسمحش الروح وقت اللي هو يمثل في الرايه الوطنيه باش يعمل غلطه كما اللي عملوها اسامه حسني ورمزي الشويرف اللي تم استبعادهم من المنتخب. خساره ليهم وخساره للمنتخب، ولكن خساره ليهم اكثر لانه مش كل يوم تلعب كاس عالم، مش كل يوم تلعب كوب دي موند، وللامانه
زوينه معناها تقعد بيت في عقليه ملعبيه توينسه معناها الشيء اللي تحب تعمله تنجم تعمله عام على 12 ولكن اليوم انت في تربص ومن قطر ماشي وكذا عندك كوب دي موند ما شنو الحاجه معناها اللي ما تهمش ناحيه انت من مخك باش تعمل عمله من النوع هذا ما نحكيوش في اللونتين كل شيء ناس عندها عائلات وغيره وكذا تم استبعادهم خساره المنتخب ولكن خساره اليوم هما لانه في البالماريس يقعد عدد المشاركات ويمكن تكون مشاركه ان شاء الله كبيره وضيعت على روحك فرصه وغيره وكذا للامانه للاسف هذاكم لاعبيتنا في تونس وخلينا نقول البعض من الملاعبيه حس سعيد للمنتخب وانتوكا في المونديال وشكرا لكامل الفريق شكرا لك سيد برهان السندريلا البرنس زياد الناصر مراد شكرا لك خليفه الاخراس تيرين في الاعداد ميرسي بوكو قسم الديجيتال ملتقانا ان شاء الله غدوه في حلقه جديده مره اخرى من 7 الى 9:30 في ماكينال جيده على اي اف ام السلام عليكم برشا مره اخرى من القلب ان شاء الله عامكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير وربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله نهاركم زين باي باي ناس.